أشار السيد نواف المعودة الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية إلى أن تشكيل الأمانة جاء ثمرة من ثمرات توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي أنشأها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بمبادرة غير مسبوقة في أعقاب أحداث فبراير مارس 2011. كما أكد المعودة أن تشكيل الأمانة العامة دليل قوي على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات هذه اللجنة، وأن الأمانة العامة للتظلمات باشرت أعمالها باقتراح إصلاحات كبيرة على نظام السجون ومعاملة الموقوفين، مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون الكبير والمساعدات الفنية التي لا تزال بريطانيا تقدمها لمملكة البحرين في مجال إصلاح السجون وتدريب قوات الشرطة وفي مجال القضاء. جاء ذلك في كلمة ألقاها المعودة خلال حفل سنوي أقامته جمعية الصداقة البحرينية البريطانية في لندن بحضور سعادة السفيرة أليس سمعان سفيرة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وعدد من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم، يتقدمهم اللورد هاورد واللورد سولي والبارونة موريس ونائب أليستر بيرت وزير الدولة الأسبق بوزارة الخارجية البريطانية ونائب هيو روبرتسون وزير الدولة السابق بوزارة الخارجية البريطانية والنائبة هايزل بليرز وزيرة سابقة والنائب نديم زهاوي وإدوارد أوتكون مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ومدير إدارة التظلمات بالسجون البريطانية وعدد من الباحثين بمراكز البحوث والدراسات. كما ألقى اللورد هاورد زعيم حزب المحافظين وزير الداخلية البريطانية الأسبق كلمة أكد فيها عمق العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وأهمية الإصلاحات التي حققتها البحرين خصوصا فيما يتعلق بحكم القانون. من جانبه أشاد السيد بيتر سينكوك رئيس جمعية الصداقة البحرينية البريطانية، أشاد بالرعاية والاهتمام الذي تلقاه الجمعية من قبل القيادة الحكيمة في البحرين والتعاون من قبل سفارة مملكة البحرين في لندن. طبعا حرصت الأمانة العامة للمشاركة في هذا الحفل بنقل تجربة مملكة البحرين إلى المملكة المتحدة في تأسيسها أول أمانة عامة للتظلمات على مستوى الشرق الأوسط والخليج خاصة بوزارة الداخلية، وأيضا ذكرنا بأن المؤسسة الحقوقية التي أنشأتها البحرين من مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالإضافة إلى الأمانة هي من المؤسسات الجديدة التي أنشأتها المملكة في ضمانة لتوفير ضمانات للشكاة من المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، وتوفيرها على أساس أنها هي مؤسسة تخدم المواطن في تلقي شكاوى ضد الشرطة.